خلينا نروح لزميلتنا منى الشرقاوي مره ثانيه عشان نتعرف منها على اخر اسعار العملات والذهب. منى شكرا لك مصطفى. مشاهدينا دلوقتي نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، 19 جنيه و17 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، 19 جنيه و18 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 56 قرش للشراء، 22 جنيه 66 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 93 قرش للشراء، 20 جنيه وقرشين للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و6 قروش للشراء، 62 جنيه و40 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و20 قرش للشراء، و5 جنيه و22 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، الجرام عيار 18 بيسجل 914 جنيه، جرام الذهب عيار 21 بيسجل 1066 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1218 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8525 جنيه. خلينا نرجع تاني لمصطفى والهدين نكمل باقي جولتنا في المحافظات. شكرا لك يا ميمي.